اتكلم على علاج داء شغاث، ان العلاج عن طريق الادويه المضاده للطفيليات هو الاكثر جدوى في بدايه العدوى. مهم جدا ان احنا نكتشف المرض بدري، لكنه لا يقتصر على الحالات في المرحله لحد ما المرض فقط. يمكن الاختيار ما بين عده ادويه زي ازول او المشتقات النيتروجينيه كبنزيميدازول او النيفروتيموكس، لكن كلا الدوائين محدودين من حيث قدرتهم على علاج الطفيله، قدرته على القضاء على المصقبيات الكروزيه من الجسم بشكل كامل، خصوصا في الحالات المزمنه. يعني هو ممكن يعالج في الحالات الحاده او في بدايه اكتشاف المرض، لكن اذا الموضوع تحول لمرض مزمن فالموضوع هيبقى فيه صعوبه شويه. وقد تم تسجيل حالات قاومت فيها الطفيليات هذه العقاقير وما جابتش نتيجه فيها. تظهر الدراسات ان العلاج باستخدام مضادات الطفيليات يؤدي للشفاء في حوالي من 60 ل 85% من المرضى البالغين، واكثر من 90% من الرضع اذا تم اعطاء العلاج خلال السنه الاولى من المرحله لحد من المرض. اما الاطفال اللي تتراوح اعمارهم ما بين 6 و 12 المصابون بالمرحله المزمنه المرض تبلغ نسبه الشفاء حوالي 60% عند استخدام البنزيميدازول، مع ان نسبه الشفاء من المرض بتنخفض مع زياده مده الاصابه، فان العلاج باستخدام البنزيميدازول يبطئ من بدايه امراض القلب في البالغين المصابين في المرحله المزمنه من المرض. ان علاج المرحله المزمنه المرض في النساء قبل او خلال الحمل لا يقلل من احتمال نقل المرض للجنين، وبالمثل فانه من غير الواضح فيما اذا كان العلاج الوقائي خلال المرحله المزمنه من المرض مفيد للاشخاص الذين يتعرضون لنقص او لتثبيط المناعه على سبيل المثال عند الاشخاص اللي بتنتقل لهم اعضاء او الاشخاص ضعيف المناعه زي المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الايدز اللي هم الناس اللي هم من ضمن مجموعه الاميونو كومبرومايزد. مع السلامه.